أكتوبر. محمد محمود يطير إلى ألمانيا غدا ويجري جراحة الصليبي الثلاثاء. كاف يخطر الأهلي بمواعيد أول ثلاث مباريات إفريقية. البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب وصلاح وكهربا على رأس القائمة. عمومية اتحاد الكرة مهددة بالإلغاء وقلق في الجبلاية خوفا من الحل. مانشستر سيتي يكتسح أستون فيلا بثلاثية وتريزيجيه يشارك. نبتدي بأخبار النادي الأهلي وأهم الأمور بالتحديد فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خصوصا في ظل فترة أو يومين بالتحديد هم أجازة للفريق، وهيستأنف إن شاء الله تدريباته غدا قبل السفر إن شاء الله بإذن الله في معسكر خارجي هيكون مهم جدا 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 بالنسبة للنادي الأهلي في إطار الاستعداد لمرحلة هتكون قادمة غاية في الأهمية بعد 30 يوم بالتحديد. يعني هتبتدي أولى تحدياتك الجديدة أو استكمال تحديات أنت كنت بدأتها خلاص، سواء فيما يتعلق ببطولة الدوري العام أو أيضا فيما يتعلق بأهم بطولة هذا الموسم وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي بينتظرها كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. بالتالي التدريبات هتبتدي بكرة، استئناف هذه التدريبات بعد يومين الراحة سواء امبارح أو النهاردة، وهتكون أكيد تدريبات استعدادية لمعسكر هيكون هام جدا. المعسكر أو الفترة اللي جاية كلها، المرحلة اللي جاية مقسمة على مرحلتين، مرحلة بالتحديد هتكون من خلال المعسكر الخارجي، وبعد انتهاء المعسكر الخارجي هيرجع الفريق وياخد راحة 3 أيام، وبعد ال3 أيام يستأنف تدريباته بقى استعدادا لأول مباراة في الدوري أو الاستكمال يعني بطولة الدوري أو مباراة بعد التوقف، توقف كبير جدا في الحياة الفترة اللي جاية دي كلها بصراحة فترة مملة. طالما ما فيش ماتشات للاهلي الموضوع بيبقى صعب شويه، وما فيش ماتشات بشكل عام يعني، هو في ماتشات في اوروبا وكل حاجه، بس الدوري المصري دايما احنا بنبقى مهتمين بيه وبنحب نتابعه في الحقيقه يعني. فبالتالي بعد ال3 أيام الراحه بعد معسكر الامارات هتبتدي بقى استعدادات النهائيه للفتره اللي جايه، وهيكون ابرزها طبعا اول مباراه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا اللي هتكون امام النجم الساحلي، واللي تم تحديد ميعادها خلاص يوم 29 نوفمبر الشهر القادم، وهتكون مباراه مهمه قوي في تونس في ملعب رادس بالتحديد، وانا شايف ان هي ميزه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي إن المباراة هتكون في ملعب رادس، لأن ملعب سوسة صعب للغاية في حضور جمهور النجم الساحلي، بصراحة جمهور قوي جدا جدا، فبالتالي هتكون أفضلية للنادي الأهلي نسبيا يعني. النجم الساحلي طبعا فريق كبير وكل حاجة، لكن إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين في هذه المباراة ويكون النادي الأهلي قادر على حصد ال3 نقاط، ليه لأ، نقدر بإذن الله وعملناها كتير جدا في رادس قبل كده. المباريات أو تحديد المباريات بشكل نهائي خلاص تم من قبل الكاف، المباراة الأولى للنادي الأهلي بالتحديد في أفريقيا يوم 29 نوفمبر ده هيكون يوم جمعه، والاهلي والهلال السوداني طبعا اول مباراه النجم الساحلي زي ما قلنا، بعد كده الاهلي والهلال السوداني يوم 6 ديسمبر في القاهره، وبعد كده الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في القاهره في الجوله الثالثه يوم 28 ديسمبر هيكون يوم سبت. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل هذه المباريات، هيتخلل طبعا الفتره دي كلها بعد مباراه بطوله الدوري وربما بعد مباراه بطوله الكاس في انتظار طبعا تحديد مواعيد الكاس من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله للفريق بشكل كامل والجهاز الفني بقياده مستر رينيه فايلر اللي هيقدر يتعرف على اللاعبين بشكل اكبر خلال المعسكر، وخلال الفتره ال 30 يوم دول كلهم هيكون ملم بالامور بنسبه 100% بقى خلاص ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اعلق او عايزين نتكلم على قائمه منتخب مصر بالتحديد بعد ما اعلن كابتن حسام بدري المحترفين بس، وقائمه المحترفين ضمت كل من محمد صلاح من ليفربول الانجليزي طبعا، احمد حجازي من ويست بروميتش البيون الانجليزي، محمد النني باشكتاش التركي، احمد حسن كوكا براغا البرتغالي، محمود حسن تريزيجيه استون فيلا الانجليزي، وعوده محمود عبد المنعم كهربا ديسبورتيفو افيز البرتغالي. بالنسبه لي عوده كهربا غايه في الاهميه، غايه في الاهميه، لعيب كبير جدا جدا جدا، لعيب عنده كل الامكانيات والمقومات اللي ترجح كفه منتخب مصر ما فيهاش نقاش،
شفنا كان مؤثر السنه اللي فاتت ازاي مع الزمالك، قدر ان هو يجيب لهم الكونفدراليه طبعا بشكل جيد ويجيب بطوله ويضيف بطوله لمصر. فلعيب عنده المقاومات الكبيره جدا جدا اللي تفرق مع اي فريق واكيد تفرق مع منتخب مصر. وشفنا الفتره الذهبيه بتاعته مع منتخب مصر كانت في امم افريقيا 2017 في الجابون، واللي قاد المنتخب للوصول للنهائي، للاسف ما خدناش البطوله، لكن كان مساهم بشكل كبير جدا كهربا، فعودته غايه في الاهميه بالنسبه لمنتخب مصر. اتمنى له هو وزمايله كل التوفيق، طبعا المحترفين والمحليين كلهم كل التوفيق مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. بالمناسبه معسكر المنتخب هيبقى معسكر مفتوح بدايه من يوم 28 من الشهر الجاري، وبعد كده المعسكر الرسمي بقى يبتدي من يوم 5، وده الميعاد اللي هينضم فيه لاعيبه النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر بعد انتهاء المعسكر الخاص بالنادي، والاقرب بنسبه كبيره هيكون في الامارات، واللي هيستمر على مدار 6 ايام يعني هيكون في دبي بنسبه كبيره. فده هيكون ميعاد انضمام لاعيبه النادي الاهلي لمنتخب مصر يوم 5 باذن الله. نتمنى للجميع ان شاء الله كل التوفيق، والكابتن حسام البدري وجهازه المعاون وباذن الله يكونوا موفقين بشكل كبير جدا في تحقيق امال وطموحات الجماهير المصريه، لان احنا عندنا تحديات مهمه قوي بالنسبه لمنتخب مصر. بتحديد الفتره اللي جايه عندك ماتشين، كينيا يوم 14 في مصر، بعدين هتلعب جزر القمر يوم 18 هناك في بلدهم، فده في التصفيات طبعا الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طيب جزئيه اخيره عايز اتكلم مع حضراتكم فيها قبل ما نروح نشوف اخبار الاهلي في الجرايد. وامبارح كان في مباراه تاريخيه ليه؟ لان انتهت بنتيجه 9-0 ما بين ليستر سيتي وساوثامبتون انجليزي في الدوري الانجليزي. مباراه كانت اولى مباريات الجوله العاشره، وبالتحديد كانت في ملعب ساوثامبتون، ومباراه كانت كبيره جدا جدا، انتهت بفوز ليستر سيتي 9-0، فوز تاريخي وهو الفوز الاكبر، وبيحاول رقم قياسي او بيعادلوا الرقم القياسي لمانشستر يونايتد، اللي قدروا ايضا ان هم يحققوا في يوم من الايام فوز بنتيجه 9-0 في الدوري الانجليزي. فبالتالي كان فوز غايه في الاهميه وفوز مبهر في الحقيقه. الشوط الاول خلص 5-0، الشوط الثاني خلص او استكملوا الاهداف من خلال 4 اهداف في الشوط الثاني. لكن عايز اقف عند نقطتين بصراحه يعني نحاول نستفاد منهم، ومهم قوي ان انت دايما تحاول تستفاد من الحاجات اللي بتحصل. اولا العقليه عند اللاعبين، العقليه الفنيه سواء كجهاز فني او لاعبين. انا جايب جون واثنين وثلاثه، لا بكمل، لقيت ان انا عندي فرصه اجيب 9 اهداف بجيب ال9 اهداف، مفيش مشكله خالص، طول الماتش بهاجم، المنافس اللي قدامي خلاص منهار، لا استغل، مفيش رحمه. دي ميزه مهمه قوي لازم لاعبتنا المصريين بصراحه يتعلموا منها، لان احنا عندنا افه هنا في الكره المصريه ان لما تبقى كسبان مثلا 2-0 خلاص بقى تفضل تباصي ورا وتامن كده شويه الدفاع، وبعدين المدير الفني ايه يروح مطلع مهاجم وينزل واحد في نص الملعب ثالث علشان يامن الدنيا خالص، وبعدين تروح مطلع مهاجم ثاني وحاطط واحد ثاني في الدفاع وتقفل خالص بقى وايه وتخلص الماتش 2-0 بس. دي عقليه للاسف عندنا هنا في مصر يعني ملازمانه بقى لنا زمن يعني نفسنا نتخلص منها، فلازم نتعلم من مثل هذه المباريات سواء كمدير فني مصري بالتحديد، لان الاجانب بيبقى ليهم عقليه مختلفه. احنا شفنا مثلا مستر فايلر مع النادي الاهلي عنده الجانب الهجومي ده في ال6 ماتشات اللي اتلعبوا بنركز عليه جدا، بدليل فوز النادي الاهلي ب4 و5 وبعض المباريات يعني قدر النادي الاهلي يقدر يحرز فيها اهداف كتير. فده شيء مهم وعقليه لازم نستفاد منها ونحاول نطبقها طبعا في ملاعبنا المصريه، ولازم اللاعب المصري نفسه يفكر انه يبقى طماع. طماع في ايه؟ في ان انت لو عندك امكانيه تجيب 5 و6 و7 اهداف ولو 9 كمان زي ليستر سيتي ما عملت اعمل كده، يا ريت يعني ده هيبقى متعه اكبر في الكوره في الحقيقه. الجزئيه الثانيه والشق الاخر الخاص بهذه المباراه وهو الحكم. الحكم نفسه اي حاجه بيشوفها بيحسبها. يعني مش عشان ليستر سيتي كسبانه 2 و3 و4 فخلاص اتعاطف بقى مع الفريق الخسران بالنتيجه الكبيره دي، ومش مهم احسب له فاول مثلا مؤثر، او مش مهم احسب له اوفسايد مثلا، اي لعبه مؤثره مش مهم اتكلم، مش مهم اصفر يعني. لكن حكم امبارح في مباراه ليستر سيتي في الدقيقه الثانيه من الوقت الضايع، خلاص ناقص ثانيه ثانيتين والوقت الضايع يخلص والماتش يخلص نهائي يعني، وضرب الجزاء لجيمي فاردي اتحسبت على طول. الراجل ما ترددش، كان 8-0 ليستر سيتي. ممكن يقول لك يا عم خلاص بقى الماتش خلصان مش لازم احسب، لا حسب، ما بيبصش للنتيجه كام، مين الكسبان، التيشيرت ده لونه ايه او ده لونه ايه، مين كسبان مش مهم، هو باصص لان دي حاجه فعلا لازم تتحسب بيحسبها. فبرضه لازم حكامنا المصريين يفكروا في الجزئيه دي ويتعلموا منها بشكل كبير جدا، لان احنا عندنا في بعض الاحيان لو فريق كسبان 1 او 2 وجت ضربه جزاء في الاخر، حتى لو في اخر 5 دقائق في اخر 10 دقائق مش في اخر دقيقه في الوقت الضايع، يقول لك خلاص يا عم مش مشكله بقى
هم كسبانين كده كده الماتش خلصان، الفرقه اللي قدامه تعبانه ومطلوب منها واحد وكلام من ده يعني. فبرضه ثقافه لازم حكامنا المصريين يا رب نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه يتعلموا منها. هو ده طبعا حكم مباراه الامس يعني، حسب كل حاجه ملوش دعوه ليستر سيتي كسبان 5 6 7 8 لغايه لما وصلوا 8 الراجل بيحسب ليستر سيتي ضربه جزاء عشان يبقوا 9 وفاردي يبقى هاتريك. فحاجه بصراحه مهمه جدا، وان شاء الله حكامنا المصريين يستفادوا من كل هذه الامور. يعني بعض الحاجات كده اللي حابين نتكلم فيها مع حضراتكم مع بدايه حلقه النهارده، خليني اقول لحضراتكم مباراه اليوم، مباراه اليوم في بطوله الدوري الانجليزي بالتحديد. امبارح طبعا اتكلمنا عن مباراه ليستر سيتي، النهارده ابتدت مباريات اخرى. مانشستر سيتي لعبت استون فيلا في مشاركه نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، مباراه انتهت بنتيجه 3-0 لمانشستر سيتي. ده ماتش كان فيه تمام الساعه 1:30 ظهرا، وبعدين في ثلاث مباريات في توقيت واحد. دي طبعا صور من مباراه مانشستر سيتي، ثلاث مباريات في توقيت واحد. واتفورد خلص هو وبورنموث 0-0، برايتون اتعادل مع ايفرتون 2-2، ويست هام يونايتد وشيفيلد يونايتد خلص 1-1، وفي مباراه هتبقى الساعه 6:30 ما بين بيرنلي وتشيلسي، ودي من ضمن مباريات اليوم في الدوري الانجليزي. بكره هيبقى في توتنهام، وفي بعض المباريات الاخرى توتنهام وليفربول، ده اهم مباراه بكره وقمه قمه الجوله يعني. برايتون بالمناسبه ما اتعادلش 2-2، هو كسب 3-2 ايفرتون الانجليزي على ملعب برايتون. طيب بالنسبه للدوري الاسباني، ليجانس النهارده فاز على ريال مايوركا 1-0. بلد الوليد وايبار هيلعبوا لسه، واتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو هيلعبوا. احنا عارفين الجوله دي كان المفروض فيها مباراه ريال مدريد وبرشلونه، وتم تاجيلها بسبب الظروف اللي موجوده في كاتالونيا يعني بالتحديد. الدوري الايطالي، ليتشي تعادل مع يوفنتوس في مفاجاه طبعا 1-1. انتر ميلان وبارما لسه هيلعبوا، وجنوا وبيرشيا هيلعبوا النهارده ايضا. دي بعض الامور وبعض المباريات الخاصه بالدوريات الاوروبيه اللي الكل بيتابعها طبعا في ظل توقف الفتره القادمه بخصوص الدوري المصري. طبعا هتقولي يعني الناس كلها بتتابع اوروبا كده كده، لكن الدوري المصري دايما يا جماعه بيبقى ليه طعم ومذاق خاص يعني، والكل بيبقى عايز يتابعه يعني في الحقيقه. طيب نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده كانت ايه، يلا بينا. الاهرام، النجم الساحلي يدفعها لتقديم الجمعية العمومية ل 22 نوفمبر، إدارة الأهلي تنهي أزمة 38 شهرا لأجاييه ويستأنف على حكم مركز التسويق. أخبار اليوم، النادي يستأنف على الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة، حزن في الأهلي بعد إصابة محمد محمود بالصليبي للمرة الثانية. الشروق، الأهلي يرفض الوديات قبل المعسكر الخارجي، التحضير لسفر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي، وأندية إيطالية تراقب رمضان صبحي. اليوم السابع، الأهلي يبدأ رحلة تجديد عقد أحمد فتحي موسمين، مروان محسن يرتدي قناعا محليا بعد تأخر المستورد، ومجلس الإدارة اجتمع اليوم في زايد. الدستور، رمضان يؤجل عروض الاحتراف ومحمود ينهي إجراءات السفر. الأخبار المسائي، الأهلي يصرف مقدمات العقود، فايلر يرفض الوديات قبل المعسكر الخارجي، واللاعبون راحة 48 ساعة. الوفد، عروض رمضان تقربه من الرحيل، وكولوبالي يسدد الغرامة بالتقسيط، الأهلي يستأنف ضد حكم مركز التسوية، وفايلر يرفض الوديات قبل المعسكر الخارجي. المصري اليوم، الأهلي يعسكر في الإمارات خلال فترة التوقف، الإدارة تستأنف ضد الحكم الصادر لصالحها في قضية اتحاد الكرة. جريدة الوطن، متابعة أوروبية للاعبي الأهلي وفرمان من الخطيب بتطوير التتش. المسا، مصير إكرامي ووليد وعشور وفتحي في يد فايلر، المدير الفني للأهلي يجهز ملفا خاصا للأربعة للتجديد أو الاستغناء. طيب نبتدي بجريدة الأهرام، بتتكلم إيه على إيه النهاردة وبتقول إيه عن النادي الأهلي بالتحديد. قالت إن النجم الساحلي
هيتسبب في تقديم ميعاد الجمعيه العموميه العاديه بالنسبه للنادي الاهلي واللي كان مفترض ليها يوم 29 نوفمبر، ففي الغالب هيتم تقديمها فعلا يوم 22، خصوصا مباراه الاهلي والنجم الساحلي هتكون يوم 29. اداره الاهلي تنهي ازمه 38 شهرا لاجاييه. ده الموضوع ده كان بخصوص ان النادي اللي كان بيمتلك عقد اجاييه قبل انتقاله للصفاقسي التونسي ومن ثم انتقاله للنادي الاهلي كان ليه حقوق ماليه بالتحديد مع نادي الصفاقسي، يعني قصه كبيره كده. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان سافر لتونس وبالتنسيق مع انيس بوجلبان طبعا المنسق هناك بالتحديد في نادي الصفاقسي التونسي، وتم انهاء هذه الازمه وترضيه الفريق النيجيري، فريق اسمه ليون، وكان ليه مستحقات وموضوع تم تسويته بشكل نهائي. احنا عارفين اجاييه جالنا في 2016 في شهر اغسطس بالتحديد، ولاعب مهم جدا طبعا، يعني كان مبلغ ساعتها اعتقد يعني 2 مليون و600 او 700 الف دولار، والامر انتهى بشكل نهائي. قصه ان الاهلي بيستأنف على حكم مركز التسويه، عارفين ان اول امبارح تم اصدار حكم نهائي باحقيه النادي الاهلي او بتغريم اتحاد الكره 150 الف جنيه. ليه؟ لان النادي الاهلي كان رفع دعوه امام مركز التسويه والتحكيم المصري بخصوص الضرر اللي وقع على النادي الاهلي بعد تاجيل بطوله الدوري لما بعد، لو تفتكروا حضراتكم كده، بعد بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر الكبار اللي فاتت. فالقصه كبيره وخناقه، مش خناقه يعني، كانت ازمه كبيره زي الازمه اللي كنا عايشينها من كام يوم كده، امور متشابهه هي بتتكرر للاسف في الكره المصريه، ان شاء الله ننتهي منها قريبا يعني بعد ان الناس تتعلم من المشاكل دي. لكن الاهم ان ساعتها النادي الاهلي اعترض وقال يا جماعه مش هينفع، وانت محدد لي اصلا ان الدوري يخلص 30 يونيو وما فيش حاجه، طب انت بالطريقه دي هتاجل ليه؟ طب ما انا عندي مسافه ممكن العب ماتشات، تضرر بقى فني وتسويقي ومادي وعدد كبير جدا من الاضرار اللي وقعت على النادي الاهلي في هذا التوقيت، بالتالي رفع قضيه يعني على اتحاد الكره في مركز التسويه والتحكيم المصري، وكانت النتيجه ان تم تغريم اتحاد الكره 150 الف جنيه. لكن النادي الاهلي مش عاجبه، او مش عاجبه، لا طبعا يعني اكيد مفيش تعليق على الحكم، لكن في نفس الوقت عندك حق ان انت تستأنف، شايف ان العقوبه ممكن تبقى اكبر من كده، فحقك ان انت تعمل كده، فاستأنفت. النادي الاهلي بيستأنف على العقوبه دي علشان يغرم اتحاد الكوره بشكل اكبر، وان شاء الله باذن الله الامور دي ما تتكررش مره ثانيه. لكن الجميل في النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، دايما دايما الاداره بتعرف تستف ورقها بشكل كويس، عشان كده بيعرفوا ياخدوا حقهم. يعني بتشوف الاحداث ايه اللي بيحصل، الجوانب القانونيه بتبقى ملم بيها، اللوائح، القوانين، كل هذه الامور، وبتستف ورقك وبتقدر تتقدم بقضيه او تقدر تحاول تاخد حقك، في الاخر حقك بيجي لك وبتستأنف عليه كمان عشان انت شايف ان انت محتاج او شايف ان انت ليك حق اكبر من كده. دي رؤيه النادي الاهلي. فالميزه عند الاداره، مش بس الاداره الحاليه في الحقيقه، هو النادي الاهلي على مدار التاريخ دايما بيستف الورق. تستيف الورق ده شيء مهم جدا، انك تبقى مرتب عشان تعرف تجيب حقك لو حد جه عليه في يوم من الايام، فده شيء ايجابي بالتحديد من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. نروح لخبر اخر بالتحديد من اخبار اليوم، واللي قالت ان النادي الاهلي يستأنف على الحكم، ده اتكلمنا فيه، وحزن في الاهلي بعد اصابه محمد محمود بالصليبي للمره الثانيه، وللاسف يعني الموضوع يوم الاربعاء وكلمنا فيه يوم الخميس، واصابه اخرى لمحمد محمود في الرباط الصليبي، وهو هيسافر بالمناسبه بكره وهيبقى عنده كشف طبي يوم الاثنين، وبعد كده العملية إن شاء الله يوم الثلاث بإذن الله، ويبتدي مرحلة جديدة من العلاج والتأهيل في طريقه ومشواره لعودة الملاعب بإذن الله، وكلنا مستنيينه طبعا، نجم كبير واستنيناه فترة كبيرة فاتت وهنستناه فترة كبيرة جاية، وهنفضل في انتظاره لأنه لعيب كبير جدا، أخلاق وروح جميلة في الحقيقة محمد محمود، ربنا يا رب يشفيه ويرجع لنا سريعا بإذن الله. نروح لجريدة الشروق، وبتتكلم عن ان الاهلي يرفض الوديات قبل المعسكر الخارجي، وكان في تفكير ان ممكن يبقى في مباراه وديه او حاجه قبل ما تروح للمعسكر، لكن خلاص تم رفض هذا الامر. هيكون في مباراه وديه وحيده في الامارات، احتمال يبقى مباراتين، لكن الاقرب هتبقى مباراه وحيده في المعسكر الخارجي. التحضير لسفر محمد محمود، التحضيرات كلها خلصت وكل الامور ماشيه بشكل كويس جدا، ولازم اعتقد محمد محمود مع التاشيره يعني، فمش هياخد وقت في السفر باذن الله، وقلنا لحضراتكم هو هيسافر بكره باذن الله. انديه ايطاليه تراقب رمضان صبحي، وده اللي قاله بالمناسبه نادر شوقي في تصريحات من يومين، قال ان في بعض الانديه الايطاليه المميزه اللي بتراقب رمضان صبحي. وده طبيعي يعني، رمضان صبحي لعيب كبير قوي
لعيب قيمه في الملعب مهمه فنيا بدنيا ما شاء الله لا قوه الا بالله، فطبيعي لعيب بالمميزات دي وبالقدرات دي ان هو الناس تهتم بيه في اكبر الدوريات الاوروبيه. احنا عارفين ان هو جاي اعاره للنادي الاهلي من هدرسفيلد الانجليزي اللي بيلعب في الشامبيونشيب دلوقتي في الدرجه الثانيه الانجليزيه، فاعاره لمده سنه، فاكيد في وكلاء بيراقبوه، اكيد في انديه بتراقبه. هنشوف مع نهايه الموسم هل ممكن رمضان يستمر في ظل محاولات هتكون اكيد موجوده من النادي الاهلي طبيعي جدا، وفي ظل ممكن عروض تقدم لنادي هدرسفيلد بقى مش للنادي الاهلي، لان هو هدرسفيلد اللي يمتلك عقد رمضان صبحي العقد الممتد بخلاف عقد الاعاره مع النادي الاهلي اللي هو اعاره لمده سنه. فكل الامور دي هتبان مع نهايه اعاره رمضان صبحي مع النادي الاهلي قدامها 8 9 شهور يعني مع نهايه الموسم. طيب نروح لليوم السابع واللي بتقول ان الاهلي يبدا رحله تجديد عقد احمد فتحي موسمين، ده قريب جدا باذن الله الموضوع هيخلص يعني. مروان محسن يرتدي قناعا محليا بعد تاخر المستورد. احنا شفنا رمضان شفنا مروان عفوا في التدريبات الاخيره مع النادي الاهلي كان لابس القناع والراجل بيشارك بشكل كويس، لكن لسه قدامه ايام قليله جدا عشان يلتحم بحريه يعني في التدريبات، لان لسه التئام العظام مش بنسبه 100%، ناقص اسبوع تقريبا والامور تبقى طبيعيه. مجلس الاداره اجتمع اليوم في زاد، اعتقد كان في اجتماع لكن اجتماع تم تاجيله، اجتماع مجلس الاداره بالتحديد فمش هيبقى النهارده، وده كان لمناقشه العديد من الامور سواء الاداريه الانشائيه الرياضيه بعض الملفات المهمه جدا على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب. نروح لجريده الدستور واللي ايضا بيتكلموا على رمضان صبحي وانه بيأجل عروض الاحتراف، ومنطقي جدا ان هو يأجلها لان دلوقتي ما فيش حل انك يعني مش مطروح انك تمشي، يعني مش طبيعي لان انت مرتبط بعقد اعاره فصعب هيمشي ازاي. هو بيرغب ان هو يحقق كمان طموح كبير جدا مع النادي الاهلي بتحديد الموسم ده، عايز يجيب بطولات كثيره للنادي اهمهم بطوله دوري ابطال افريقيا، ودي تصريحات رمضان بالمناسبه اول ما الاعاره اتجددت يعني. محمود ينهي اجراءات السفر الحمد لله ان شاء الله انتهت وباذن الله يعود سريعا، هياخد 8 9 شهور ويرجع محمد محمود باذن الله يشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. طيب نروح لخبر اخر، جريده الوفد بتتكلم عن ايه؟ بتقول ان عروض رمضان تقربه من الرحيل، طبيعي بعد تصريحات وكيل اللاعب بقى وان في عروض من ايطاليا وفي اهتمام من ايطاليا ومن انجلترا وكلام من ده، فالناس كلها هتتكلم في القصه دي. لكن المنطقيه والواقعيه بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان التوقيت ده مش ده التوقيت الصحيح للحديث على انتقال رمضان صبحي او رحيله وكلام من ده. قلنا القصه هتبقى مرتبطه مع نهايه موسم رمضان مع النادي الاهلي، كلوبالي يسدد الغرامه بالتقسيط، وده طبعا احنا عارفين النادي الاهلي كان ليه مستحقات 1,400,000 دولار عند اللاعب طبقا لقرار المحكمه الدوليه واللي قالت ان بعد هروب طبعا كلوبالي الاهلي يحق له 1,400,000 دولار، وكان في مفاوضات كتيره جدا مع النجم الساحلي التونسي اللي بيمتلك عقد اللاعب دلوقتي، ومفاوضات استقرت في النهايه ان النادي الاهلي هياخد طبعا المبلغ بالكامل بس على اقساط خلال الفتره اللي جايه حوالي من خلال 18 شهر يعني الاقساط. يعني الاهلي يستأنف ضد حكم مركز التسويه وده اتكلمنا فيه، وفايلر يرفض الوديات وده اتكلمنا فيه، وديات ما قبل السفر للمعسكر الخارجي. طيب نروح لجريده اخرى وهي جريده المسا واللي بتقول ان مصير اكرامي ووليد وعاشور وفتحي في يد فايلر، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه على مدار حلقاتنا كلها لان الكلام كتير على الرباعي دول لان عقدهم تقريبا يعني خلاص بيخلص اخر السنه، فانت كمدير فني مستر فايلر هتقيم اللاعبين، هم طبعا مش محتاجين تقييم يعني لكن ممكن يبقى في رؤيه من مدير فني
لكن اربع لاعبين تقال جدا في النادي الاهلي، سواء حسام عاشور، وليد سليمان، اكرامي، واحمد فتحي. طبيعي هيكون في تفكير عند النادي الاهلي في التجديد الرباعي، وممكن مستر فايلر يكون ليه تفكير بطريقه اخرى. كل الامور دي هتتضح، لكن القصه سهله، مش هتاخد وقت خالص بالنسبه للرباعي ده في حاله التجديد باذن الله. هم اقرب للتجديد طبعا، نجوم كبار والنادي الاهلي محتاجهم جدا بكل تاكيد. المدير الفني للاهلي يجهز ملفا خاصا، وده اتكلمنا فيه سواء للتجديد او الاستغناء، وهنشوف طبعا ده قرار مدير فني في الاخر، هو اللي بيقرر وهو اللي بيقيم، والنادي الاهلي او مجلس الاداره او المسؤولين عن الكره بينفذوا طلبات المدير الفني، وده اللي اعتدنا عليه على مدار تاريخ النادي الاهلي. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع ايه نشوفها؟ يلا. الوطن سبورت، تاجيل اجتماع مجلس الاهلي والخطيب يلتقي العمري وعلواني في منزله. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، عبد الحفيظ يطمئن على الترتيبات الخاصه بالمعسكر الخارجي. سوبر كورة، الأهلي يطير للإمارات 31 أكتوبر لبدء معسكره الخارجي. سوبر كورة، فايلر يمنح لاعبه الأهلي راحة 3 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات. صدى البلد، كاف يخطر الأهلي بمواعيد مبارياته الإفريقية الثلاث رسميا. اليوم السابع، النجم الساحلي يخطر الأهلي بمكان وزمان موقعة رادس في دور المجموعات. الشروق، فايلر يؤازر محمد محمود قبل رحلته العلاجية. فيتو، محمد محمود يطير إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة الصليبي. البوابة سبورت، مخطط أحمال الأهلي يجهز برنامجا بدنيا للاعبين. اليوم السابع، الأشعة تحدد موعد عودة محمود متولي لتدريبات الأهلي. مبتدأ، رسميا أليو ديانج ضمن قائمة منتخب مالي الأولمبي. طيب نبتدي بالوطن سبورت. موقع الوطن سبورت قال إيه؟ قال تأجيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي، وكان المفترض ان يبقى في اجتماع النهارده، اجتماع اتاجل لسه مش عارفين ميعاده الجاي هيكون امتى. يعني الخطيب يلتقي العمري وعلواني في منزله، ده يعني كشركه الانتاج الاعلامي وشركه الاهلي للانتاج الاعلامي يعني، واجتماع مع كابتن محمود الخطيب اللي بيترأس هذه الشركه، وعضويه كل من العمري فاروق، الاستاذ العمري فاروق طبعا، والدكتوره رانيا علواني، وايضا المهندس خالد الدرندلي، وده بخصوص يعني بعض الامور الخاصه بقناه النادي. نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي، عبد الحفيظ يطمئن على الترتيبات الخاصه بالمعسكر الخارجي، وده طبيعي، كابتن سيد عبد الحفيظ بينسق كل الامور اللي بتتعلق بمعسكر النادي الاهلي الخارجي اللي لحد هذه اللحظه هيكون في الامارات، ده الاقرب، وترتيبات الاقامه، ملعب التدريب بالنسبه للنادي الاهلي هناك، والمباراه الوديه اللي المفروض هتتلعب، حتى الان مباراه واحده، ممكن يبقوا مباراتين طبقا لرؤيه مستر فايلر والبرنامج الخاص باعداد الفريق خلال الفتره اللي جايه. خبر اخر، سوبر كوره، وده اتكلمنا فيه مع بدايه الحلقه. سوبر كوره بتقول ان فايلر يمنح لاعبه الاهلي راحه 3 ايام. لا، الخبر اللي بعده، راحة 3 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات، وده في إطار البرنامج طبعا الموضوع لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة. صدى البلد، كاف يخطر الأهلي بمواعيد مبارياته الإفريقية الثلاثة، وقلنا لحضراتكم المواعيد، يوم 29 نوفمبر مع النجم الساحلي في رادس، المباراة هتبقى الساعة 9 بالليل، ويوم 6 ديسمبر مباراة الأهلي والهلال السوداني في مصر، و28 ديسمبر مع بلاتينيوم هناك في بلاتينيوم، ولا لا في القاهرة، في القاهرة مش هناك. طيب دي مباراة الأهلي في أفريقيا. طيب نروح لخبر آخر من الشروق، وفايلر يؤازر محمد محمود قبل رحلته العلاجية واطمن على اللاعب، وقال له يعني إن احنا بنؤازرك وفي انتظارك، ان شاء الله تعود سريعا، ويعني جانب معنوي مهم جدا من قبل مستر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي. نروح لفيتو، محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي، هيطير غدا بإذن الله، ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل ويعود سريعا النادي الأهلي، ولاعيب مهم جدا، وللأسف كلنا حزننا جدا بإصابة محمد محمود، يعني حظ ما فيش أسوأ من كده،
مفيش اسوأ من كده، لكن هو نصيبه في الاخر وقدر الله ما شاء فعل. اخر خبر معانا من المبتدأ، رسميا اليو ديانج ضمن قائمه منتخب مالي الاولمبي. احنا عارفين اليو ديانج لاعب النادي الاهلي، لاعب في المنتخب المالي الاولمبي، والمنتخب المالي ده هيشارك طبعا في بطوله الامم الافريقيه في مصر اللي هتقام من يوم 8 ليوم 22 نوفمبر القادم. فاللاعب موجود طبعا في هذه القائمه الخاصه بمنتخب مالي في اطار طبعا مجموعه فيها كوت ديفوار وزامبيا والمجموعه الاخرى طبعا اللي فيها منتخب مصر. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المصري ويتاهل لطوكيو 2020. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبارنا بالتحديد المحليه والعالميه. استنونا بعد الفاصل. جهاز يونايتد ايفنز نبهنا للرقم القياسي ونحن متقدمون 6-0. يلا كوره، ميسي لن استبدل البطولات التي فزت بها لتحقيق كاس العالم. يورو سبورت عربية، برشلونة يصرف النظر عن ضم بديل نيمار. طيب نبتدي بفيتو. موقع فيتو بيقول ان صلاح على راس القائمه، وبالتحديد هم بيتكلموا يعني على قائمه المحترفين، واحنا قلناهم لحضراتكم قائمه المحترفين اللي استدعاهم كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول. وقلنا القايمه كل من محمد صلاح واحمد حجازي ومحمد النني واحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود عبد المنعم كهربا، اتمنى لهم كل التوفيق. وبالمناسبه هيبقى في 32 لاعب، ده الخبر اللي بعديه يعني من الشروق. المنتخب يعني بيقول ان انضم 32 لاعبا لمعسكر الفراعنه استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. ال 32 لاعبا مش دي القايمه النهائيه، يعني هيتم تصفيه هذه القايمه لعدد معين، اعتقد 21 او 23 لاعب يعني. ووارد جدا ان اي لعيب من اللاعبين الموجودين في ال 32 في عدد ال 32 في القائمه نفسها المبدئيه يتم تغييره يعني وفقا للرؤيه الفنيه من قبل الجهاز الفني منتخب مصر. لكن المحترفين خلاص معروفين دلوقتي، بما فيهم المحترفين بالمناسبه ممكن يتغيروا يعني. طيب نروح لخبر اخر من بوابه الوفد. المنتخب يعسكر في برج العرب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، وده من خلال المعسكر هيبتدي يوم 28. معسكر هيكون طويل شويه لان المباراه الاولى هتكون يوم 14 مع كينيا، والمباراه الثانيه يوم 18 بره مصر مع جزر القمر. ومهم قوي ان يكون المعسكر طويل في اطار تواجد مدير فني جديد وهو الكابتن حسام بدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. نروح للبوابه سبورت، واللي بتقول ان وزير الرياضه يبحث الاستعدادات لتنظيم امم افريقيا تحت 23 سنه من خلال تواصله طبعا مع اتحاد الكره ومع اللجنه المنظمه لهذه البطوله. احنا عايزينها طبعا من الجانب التنظيمي على غرار بطوله الامم الافريقيه للكبار اللي كانت في مصر من 3 شهور، وعلى المستوى الفني مش عايزينها خالص على غرار المنتخب الكبير، يعني عايزينهم باذن الله ياخدوا البطوله وباذن الله يتاهلوا لاولمبياد طوكيو 2020، وده الهدف الاساسي والاسمى في الحقيقه بالنسبه لنا كلنا كمصريين، لان المشاركه في البطوله دي طبعا حاجه كبيره جدا. طيب خلينا نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح للناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عبد الباسط عشان نتكلم معاه في امور عديده سواء بتخص اتحاد الكره او بتخص منتخبنا الوطني الاول. يا ابو حميد مساء الخير عليك. مساء الفل صديقي العزيز استاذ امير، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. اهلا بيك يا احمد. يعني في البدايه عايز اتكلم معاك عن قائمه المحترفين اللي اختارهم الكابتن حسام البدري للمعسكر القادم للمنتخب، وهل القائمه الخاصه بالمحترفين بالتحديد دي قائمه نهائيه ولا ممكن يحصل تغيرات فيها طبقا لرؤيه طبعا الجهاز الفني؟ هو الكابتن حسام يعني كان طلع خبر كده عن طريق يعني المنسق الاعلامي الزميل شادي جلاني انه هيتم تقليص القائمه من 32 اسم يعني ل 23 25 اسم. والكلام ده بينطبق على المحترفين، بس من المستحيل يعني عشان يبقى الف ب انه يستدعي لعيب من نادي سواء في اي مكان بره مصر عشان يجيبه في الاخر يستبعده، فده طبعا هيعمل شرخ كبير. هو قال الكلام ده بينطبق على المحترفين، ولكن هذا الكلام انا بنسوه لك تماما لا ينطبق على المحترفين. الغربله اللي هتحصل هتحصل في المحليين، لانه انا مثلا يعني استدعيت احمد حسن كوكا وجبت احمد حسن كوكا واستبعدته من معسكر المنتخب وانا جايبه اختبار، فده شكله حتى قدام نادي هناك يبقى وحش جدا. فبالتالي هم بيعملوا كده بس عشان ايه؟ يقولوا ان احنا قدام الناس في عداله في الامور دي كلها. وكمان هم قالوا ان هم طلعوا تاشيرات ل 42 واحد صح عشان خاطر تحسبا لظروف الطيران وي 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 خالص، لانه جزر القمر يعني انا باكد لك لو الماتش الساعه 8 بالليل احنا ممكن نطلع التاشيره بتاعتها الساعه 6 الصبح. مش ازمه يعني، لكن هم لا هم 30 لعيب بس اللي كابتن حسام بيتكلم فيهم.
هي القائمه بتاعه المباراه اللي فاتت بالظبط زي ما هي، يرجع ليها عمرو الشناوي. انا بس الجزئيه الوحيده اللي عايز اكد عليها دلوقتي يا احمد عشان الكلام يبقى واضح للناس، نستبعد فكره ان اي حد من المحترفين يتم استبعاده، ده خلاص الموضوع منتهي، دول موجودين. حدثت اصابه، اصابه بقى ولا حاجه، دي حاجات طبيعيه، لكن غير كده فنيا دول موجودين، السبعه دول موجودين خلاص. بالظبط، بجانب انه كهربا هيبقى موجود وحسب حاله الراي العام، يعني حسب حاله الراي العام في مصر، لانه الكابتن حسام جايبه وحاطه على قلبه، اولا بيخشى الصدام مع جمهور الزمالك ومجلس ادارته وهكذا، وفي نفس الوقت هيبقى في لو في حاله بلبله خلاص ممكن. لا يعني ثواني يا احمد، ثواني يا احمد، يعني ايه مش منطقي؟ مش منطقي ان الكابتن حسام بدري يبقى حاطط ايده على قلبه عشان مثلا جمهور سواء اهلي او زمالك او غيره، انا بتكلم في العموم، دايما اختياراته بتبقى عن من خلال قناعاته، طبيعي ان هو بيختار لعيب عشان عايزه. بص، هو على فكره كان الكابتن حسام عايز يجيب المعسكر الاولاني، ولكن هو السبب اللي انا بقوله لك ده هو اللي خلاه يقلق انه يجيب كهربا، وانت عارف اكيد ان انا قريب من اتحاد الكره والمنتخب طبعا، فلو هتكلم هتكلم بمعلومه. فلا هو كان قلقان جدا وجايبه كنوع من انواع جس النبض الفتره اللي جايه، عشان كده هم سربوا خبر النهارده انه ممكن يتم استبعاد بعض اللاعبين المحترفين. ولو حد جه ازاي انت جبت كهربا واستبعدته ليه؟ انت خايف؟ انت يقول لا ده انا قايل الكلام ده من الاول. فاللي خرج النهارده ما هو الا عمليه تحصين وتامين للكابتن حسام البدري وجهاز المعاون. لكن لا، ما المنطق بيقول ان انا طالما استبعد اي حد من بره مش هيجيبه عدو امير، ده مستحيل. بالظبط يعني. بالظبط. طيب جانب بقى انه القائمه، اكتمال القائمه المنتخب مصر هيبقى هو دخل محمد صلاح ودخل كهربا. هو في حسابات الكابتن حسام البدري انه لو حصل اي اصابات او حاجه يبقى موجود عمرو برعي في الهجوم، موجود اسلام عيسى في الحته اللي تحت الهجوم، يبقى موجود احمد الشناوي على حساب محمد بسام في القائمه النهائيه. احمد المحمدي الراجل كان بيفكر فيه ولكن هو اجل ان هو يضم الفتره دي، يعني عايز يشوف رجب بكار، موجود احمد فتحي، وكمان مشكله الشارع مشكله كبيره جدا. دي قصه انا كنت عايز اسالك فيها، يعني هل خلاص تم الاستقرار بشكل نهائي على ان احمد فتحي هو كابتن منتخب مصر، ولا هيبقى في تفكير بخصوص محمد صلاح، ولا الامور ماشيه ازاي؟ لا بص، شوف، هو من اختلق الازمه هو الكابتن حسام البدري، هو اللي اختلق الازمه انه يعني تطوع من غير ما يطلب محمد صلاح ومن غير ما يطلب احمد فتحي ومن غير ما حد يتكلم خالص. قال يا جماعه انا عايز ابدي الشارة لمحمد صلاح كنوع من انواع كذب الود لمحمد صلاح، اللي ما كانش بيرد على تليفونات حد خالص في الجهاز الفني او الكابتن حسام بدري بالاخص، غير بعد صعوبه جدا عن طريق طبيب المنتخب اللي قدر يوصل لمحمد صلاح. فبالتالي الكابتن حسام لما خلى الكابتن محمد بركات يقعد مع الكابتن احمد فتحي وقال له احنا عايزين الشاره لمحمد صلاح، الكابتن احمد فتحي قال له انا تاريخي ما يسمحش بالكلام دوت، مش عايزيني قعدوني، ما بلاش تستدعوني، وانا شايف ان الكابتن احمد فتحي عنده حق في طبعا 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 لما يكون راجل لعب اولمبياد، لعب كاس عالم، كل حاجه، جميع البطولات القاريه. اعتقد انه من الغير لائق فتح هذا الموضوع تماما، لانه لسه في عبد الله السعيد، لسه في احمد المحمدي، لسه في محمد النني، لسه في احمد حجازي، دول كلهم بيسبقوا محمد صلاح اللي ما طلبش خالص يا امير، يعني اصلا صلاح ما طلبش الشاره خالص، صلاح ما طلبش. وانا عندي معلومات ان محمد صلاح هو الفتره اللي جايه هو اللي هيحل الازمه من خلال تويته او من خلال ان هو يلم الموضوع في المعسكر اللي جاي ويقول يا جماعه انا ما طلبتش، واحمد فتحي والناس كلها كباتن، هي الموضوع مش بالشاره. لكن هو كان الكابتن حسام البدري، حتى لو الكابتن حسام البدري جه الفتره اللي جايه عايز يستبعد احمد فتحي لسبب فني، هل يقدر يستبعده؟ ده نفسه صح، لان لو استبعده قدام الراي العام والناس انت استبعدته بخصوص الشاره. فبالتالي هو زنق نفسه في ازمه ما كانش لها اي لازمه ان هو يعملها، ودي كانت الخاصه بازمه الشاره يا امير. طيب فيما يتعلق بابرز اللاعبين اللي ممكن ينضموا للمعسكر القادم، بالتحديد بتكلم على اللاعبين المحليين، يعني عوده البعض او وجوه جديده ممكن نشوفها. ابرز اللاعبين يعني احمد الشناوي في حراسه المرمى، مش كان في مشكله بالنسبه لاحمد الشناوي؟ مش كان في مشكله الشناوي على حسب، كان في مشكله يا احمد لاحمد الشناوي اعتقد في المعسكر اللي فات، يقال ان هو كان سافر دبي وما كانش مصاب، فبالتالي الجهاز الفني منتخب مصر واخد منه موقف، حقيقه الازمه دي ايه؟ بص شوف، هو احمد الشناوي معتاد على الكلام دوت، لكن لا هم في حساباتهم ان هم يجيبوا احمد الشناوي. محمد بسام كان ان هو محمد بسام ما كانش الاكفأ ان هو ينضم كحارس ثالث، ولكن هم حابين يوصلوا رساله ان كل الحراس تحت عينينا. نمره اثنين، هم عندهم الحته اللي ورا متقفله خالص ما عدا ان عمرو السوليه ممكن يدخل، وعايز اقول لك ان عمرو السوليه ممكن يلعب على محمد النني الفتره اللي جايه، وده اللي بيدور داخل فكر الجهاز الفني. يستحق بصراحه. وكمان دونجا لاعب بيراميدز ضمن الحسابات مع اسلام عيسى. مع في خط الهجوم عمرو مرعي على حساب عمر السعيد اللي هو ما عندوش قناعات شويه الكابتن حسام بيه، بس في نفس الوقت هيفضل مستمر معاه الفتره اللي جايه، وفي مرحله الغربله هو هيستقر على اثنين مهاجمين فقط. لو من اللي معاه المره اللي فاتت هيبقى احمد حسن كوكا ومع حسام حسن مع الدفع محمد صلاح لو احتاج ليه في مركز المهاجمين.
انا بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمه بالتحديد يعني في الحقيقه. احمد عبد الباسط من نقاد الرياضيين الكبار واللي دايما قريب من اتحاد الكره والمنتخب الوطني، وقال لنا معلومات مهمه جدا سواء فيما يتعلق بالجهاز الفني منتخب مصر، فيما يتعلق بمشكله الشاره في منتخب الوطني الاول، وكمان فيما يتعلق بالقائمه المحترفين، وخلاص مش هيتم استبعاد اي حد من المحترفين الا لو حصل اصابه يعني طارئه يعني، فبالتالي ممكن تستبعد احدهم، لكن السبعه خلاص موجودين بما فيهم محمود عبد المنعم كهربا. وانا بالنسبه لي هو قال حاجه يعني طبعا هي طبقا لمعلوماته هو، لكن انا مش قصدي انتقد على معلوماته، انا قصدي انتقد الاسلوب الفكر الخاص بالجهاز الفني منتخب مصر. لازم وانت بتختار اي لعيب، طبعا كابتن حسام بدري ده مدرب كبير يعني وعنده خبرات كبيره جدا اكتسبها بكل تاكيد من النادي الاهلي يعني، وخبرات اداريه وفنيه وكل حاجه، بس اكيد وانت بتختار القائمه كمدير فني منتخب مصر ما تفكرش اطلاقا في اي جمهور سواء اهلي او زمالك، احنا بنتكلم في العموم مش عشان بنتكلم عن كهربا وان الزمالك عشان اللاعب ومشي من النادي وكلام من ده، لا احنا بنتكلم من حيث المبدا، شوف اللعيب اللي يفيدك، ما تفكرش في الجمهور هيعمل ايه، الجمهور ده زعلان منه او ده زعلان منه، ده مش منطقي، ده كلام مش منطقي من الكابتن او تفكير مش منطقي من الكابتن حسام البدري. يعني انا بثق كل الثقه طبعا في معلومات الناقد الرياضي احمد عبد الباسط، لكن في كل الاحوال لازم الكابتن حسام البدري لو بيفكر كده يغير اسلوب تفكيره، لان الصالح العام واهم شيء هو منتخب مصر، فاللي يفيدك خده ما تفكرش في اي حاجه ثانيه. دي جزئيه مهمه جدا في الحقيقه، كلام كان مهم وطمنا بشكل كبير على منتخب مصر، اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في اطار الاستعداد للمباراتين في بطوله او في تصفيات الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون باذن الله. نكمل اخبارنا نروح لموقع كوره، واللي بيتكلم على ان المقاولون يخطر المنتخب الاولمبي بجاهزيه طاهر محمد طاهر. طاهر كان عنده اصابه في العضله الخلفيه فبالتالي ما كانش جاهز للانضمام للمنتخب الاولمبي، وطاهر من احد العناصر المهمه قوي اللي هتكون في البطوله باذن الله، فخلاص المهندس محمد عادل فتحي طبعا مشرف على الكره في نادي المقاولين العرب اخطر المنتخب الاولمبي، قال لهم يا جماعه خلاص طاهر محمد طاهر جاهز بنسبه 100% للانضمام لمنتخب مصر، طبقا طبعا الرؤيه الفنيه للكابتن شوقي غريب، لكن اعتقد ان هو احد العناصر التي لا غنى عنها في المنتخب الاولمبي يعني. نروح للوطن سبورت، وجبه فاسده تبعد احمد حمدي عن مران المنتخب الاولمبي. احمد حمدي طبعا لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب الجونه الحالي، وكان كل وجبه كده فاسده فبالتالي عمل غسيل معده وخلاص ما شاركش مع المنتخب الاولمبي امبارح، لكن خلاص اصبح جاهز للمشاركه في التدريبات، ده بناء على كلام الاستاذ او الكابتن علي عبد العزيز مدير المنتخب. الف سلامه على احمد حمدي. نروح لبعض الاخبار العالميه. الشروق بتقول ان ليفربول بيعلن جاهزيه ترينت الكسندر ارنولد، طبعا الظهير الايمن للفريق ومن احسن الظهراء في العالم في الحقيقه، لاعب كبير قوي، لمواجهه توتنهام، وهو كان عنده يعني برد تقريبا او يعني مرض كده عطلوا عن مشاركه في التدريبات، فبالتالي هو خلاص جاهز لمباراه توتنهام بكره، مباراه قويه جدا. بالنسبه لجويل ماتب هو اللي مش جاهز لسه، جاهزيته مش كامله لهذه المباراه، هيشوفه مش بنسبه 100% جاهز، بس هيشوفه ممكن يلعب بكره ولا لا. نروح لموقع بطولات، وتصريح لهاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام، واللي قال ان توتنهام رغم البدايه السيئه جدا ليه في الدوري، كسبوا 3 ماتشات بس من 9 ودي من أسوأ البدايات لتوتنهام في الدوري الانجليزي، قال رغم هذه البدايه بيتوقع ان توتنهام هيحل في المركز الثالث مع انتهاء المسابقه، وقال ممكن كمان يعمل مفاجاه امام ليفربول في مباراه بكره. قال واضح ان مانشستر سيتي وليفربول بيلعبوا في منطقه ثانيه خالص في الدوري الانجليزي، وبقيه الفرق بيتنافسوا على المراكز بدايه من 3 لغايه الاخر، فبيقول ان هو بيتوقع في النهايه يعني توتنهام هيفضلوا في المركز الثالث او هينهوا المسابقه في المركز الثالث. توتنهام فريق كبير ووصل نهائي تشامبيونز ليج قدام ليفربول السنه اللي فاتت وخسر 2-0، ونتمنى لهم العوده لان فريق مميز طبعا. نروح لموقع في الجول، وطبعا اصداء الفوز الكبير 9-0 امبارح من ليستر سيتي على ساوثهامبتون، ففاردي بيقول ان ايفانس بعد ما جبنا 6 اهداف نبهنا، قال لنا يا جماعه خلوا بالكم ان مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد عفوا حققت رقم قياسي كان 9-0، فاحنا عايزين نحاول نوصل للرقم القياسي ده، وفعلا نجحوا في كده. هو ده وهي دي العقليه وهو ده الفكر الخاص باللعيبه في اوروبا، فكر انك تجيب اهداف كتير، ده شيء مهم قوي يعني، طبعا عندك الفرصه، مش كل المباريات طبعا الحاجات دي بتحصل مره كل قد ايه يعني، لكن لما تجي لك الفرصه استغلها. فده كان كلام فاردي يعني. ميسي من يلا كوره بيقول مش هستبدل البطولات اللي فزت بيها لتحقيق كاس العالم، وكانوا بيسالوه يعني اذاعه ارجنتينيه لو يعني حد اداك اوبشن كده انك تغير
البطولات اللي كسبتها مع برشلونه مقابل انك تكسب كاس العالم، هتفكر في كده؟ قال لهم لا، ما غيرش اي حاجه، وكل الحاجات دي اراده ربنا، وانا طبعا نفسي اجيب كاس العالم لبلدي وكل حاجه، لكن انا ما كانش عندي توفيق في الفوز بهذه البطوله، وحاسعى الفوز بها خلال الفتره اللي جايه. وهو سعيد جدا بمسيرته اللي ما كانش يتوقعها على حد تعبيره، ما كانش يتوقع وهو صغير ان هو يحقق هذا الكم الهائل من الالقاب، يعني بالتحديد مع برشلونه، وما لعبش غير في برشلونه، وما خدش ولا لقب مع المنتخب الارجنتيني. اعتقد منتخب الشباب الارجنتيني خد معاه كاس العالم في 2001 على ما اتذكر يعني، لكن مع المنتخب الاول ما خدش بطولات، وهو بيسعى لهذا او هذه البطولات خلال الفتره اللي جايه. يورو سبورت عربيه، اخر خبر معانا من ضمن الاخبار المحليه ان برشلونه يصرف النظر عن ضم بديل نيمار. بديل نيمار هو اللاعب ايفرتون سوسا، لاعب المنتخب البرازيلي وغريميو البرازيلي كمان، وكان في تفكير ان نيمار يتم استبعاد التعاقد معاه ويتعاقدوا مع هذه الموهبه، لاعب مميز جدا موجود في المنتخب، فهم استبعدوا هذه الفكره، واعتقد هيفضلوا مهتمين بضم نيمار خصوصا في ظل الرغبه الكبيره عند ميسي وسواريز ان اللاعب بيرجع لهم تاني، عشان الام اس ان الثلاثي الشهير طبعا لبرشلونه يكتمل مره اخرى ويعود، ويقدروا ان هم يحققوا القابهم، واهم لقب بالنسبه لهم دوري ابطال اوروبا يعني خلال الفتره الجايه. دي كانت اهم الاخبار المحليه والعالميه. هروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون معانا ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي بجريده الشروق، وهنتكلم في امور وملفات عديده جدا على الساحه الرياضيه المصريه. استنونا بعد الفاصل. الاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي بجريده الشروق بينورنا وشرفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. استاذ محمد اهلا بيك. اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، بس انا عايز ابتدي معاك بكلام احمد عبد الباسط الناقد الرياضي في مداخله قبل الفاصل، بيتكلم على ان كان في اتجاه عند الكابتن حسام بدري بتحديث المعسكر الاول ان هو يستبعد كهربا عشان جمهور الزمالك بيزعل وكلام من ده. رايك ايه في الكلام ده وفي اسلوب التفكير؟ لو ده حقيقي شايف ان ده صحيح كاسلوب يعني تفكير؟ لا طبعا، اعتقد ان الكابتن حسام بدري نفسه في المؤتمر الصحفي قال ان انا طلبت من الكابتن طارق مصطفى تحديدا ان هو يتابع محمود كهربا قبل ما يستلم المهمه الرسميه في المؤتمر الصحفي تقديمه كويس كمدرب لمنتخب مصر. فانا مش دلوقتي يعني مش من الفطنه او من الذكاء من الكابتن حسام ان هو مثلا كل ما يطلع مثلا ماتش لا اللاعب دوت عنده ازمه علشان في ازمه مش عارف مع الزمالك، اصل في ازمه مع الاسماعيلي، اصل في ازمه مع الاهلي، فهيبقى القصه كلها كده انت كمدرب ما عندكش عداله في الاختيارات. او كان كجمهور مش هدي المدرب فرصه ان هو ينجح. واعتقد حسام البدري بجهازه الفني المعاول ليه عنده فرصه تاريخيه ان هو كان الكابتن حسام بيحارب ان هو يبقى مدرب منتخب طبعا مصر طبعا. وعنده فرصه ذهبيه انك انت مجموعه نسبيا سهله شويه عندك في التصفيات، فانت على الاقل ضامن انك انت توصل التصفيات، لكن فكره انك انت تقول اصل انا في ده كان في مشكله بينه وبين النادي او مشكله كذا وكذا، الاغرب والعميق من القصه دي كلها ان دلوقتي في بعض الصفحات او بعض الاعلاميين الزملكاويه طلعوا ان الكابتن حسام بيسترضي جمهور الاهلي بضم كهربا. امال الاهلي بالموضوع؟ ما انا بتكلم في قصه يعني اولا كهربا لاعب في البرتغال، فريق في البرتغال، كابتن حسام بدري ضمه كلاعب محترف في القائمه اللي هو بالظبط السته المحترفين اللي ضموهم الكابتن حسام. لاعب للنادي الاهلي يعني. دي حاجه يعني الناس كلها بتقول لك اصل في مفاوضات بين الاهلي، الاهلي عمره بيخش في مفاوضات مع لاعب عنده مشاكل عشان بس يبقوا واضحين. الحاجه الثانيه الاهلي بيخش بطرق السليمه والطرق دي طول عمر الاهلي كده يعني طول عمر النادي الاهلي في عنده الف ب سياسه، اللاعب المدرب يطلب لاعب، لجنه الكوره تحول مدير الكوره الكابتن سالم حفيظ يحول الاداره للكابتن الخطيب ولجنه الكوره او لجنه التخطيط دلوقتي الموجوده حاليا في النادي. والله 1 2 3 4 اللاعب دوت هنستفيد منه في 1 2 3 4، لا اللاعب ده في احسن منه في المركز الفلاني الفلاني، طب ايه رايك الكابتن ناخد كذا وناخد كذا. فاعتقد ان الكابتن حسام البدري يسيبه بقى من القصص دي كلها ويركز، المنتخب عنده ماتشين مهمين ورا بعض فتره زمنيه ضيقه جدا، ولعب له ماتش ودي مع بوتسوانا كان في علامات استفهام كتير، الناس كلها قالت لا دي تجربه وديه واول جهه اول ظهور مع الكابتن حسام، فمش هينفع نحكم على المنتخب من اول لقطه، فننتظر ان شاء الله الماتشات اللي جايه، واتمنى الجهاز الفني يبعد عن القصص دي كلها. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها اللي كان برضه احمد بيتكلم بيقحم نفسه في مشاكل، في مشاكل يعني بيخترع مشاكل ويدخل نفسه في حاجات يعني ما تخصوش او يعني مش بتاعته، هو يركز في الناحيه الفنيه تجهيز اللعيبه، خاصه ان كان في برضه ازمه ثانيه كنت سامع كان احمد عباس داخلين فيها بيتكلموا فيها قصه شرط القياده. اولا شرط القياده دي وصلت النهارده الصحافه الاسبانيه والبرتغاليه تتكلم عليها كمان، صحيفه اس الاسبانيه النهارده اتكلمت
ازمه بدون لازمه، يعني عنوان كده اللي هو في يعني اختراع اتحاد الكوره او الجهاز الفني المنتخب عمل ازمه وجدال حول اللاعب محمد صلاح بسبب شرط قاده منتخب مصر. صحيفه اس الاسبانيه وصحيفه ابولا البرتغاليه كمان اتكلمت عن القصه دي كلها. اولا في حاجتين لازم نقولهم في القصه دي، هي فكره البالونات الاختبارات اللي بتطلع، فكره ان انا اربي بالونه ونشوف السوشيال ميديا هيقول ايه والجهه الكسبانه هنمشي معاها، ده اسلوب قديم قوي قوي قوي. يعني فكره ان انا هشوف الجهه الكسبانه وهمشي معاها، ده اسلوب ما ينفعش في الشغل. يعني شغل كجهاز فني، وجهاز فني مش بتاع نادي، ده جهاز فني يحمل امال وطموحات 100 مليون او يزيد. يعني هي كفكره كان كابتن حسام بدري عايز يطرحها في وسائل الاعلام، ما ينفعش تطرح. لا ما ينفعش، هي ما ينفعش من حيث المبدا المفروض ما تتطرحش، وحتى لو انا مش هسربها مش عن طريق انا، يعني الدنيا برضه الجو الاعلامي او الوسط الاعلامي دلوقتي اللي هو ايه، ثلاثه اربعه صحفيين اعرفهم في جمعيه سرب الخبر وموقعين ثلاثه يشوف الغلوش على الدنيا يشوف ماشيه ازاي، ده اسلوب يعني قديم قوي. يعني مش 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 فكر احترافي. صح. كمان انت جاي بعد زي ما قلت لك الكابتن حسام كان نفسه ان هو يدرب منتخب مصر، جات لك الفرصه ده يبقى تشتغل شغل احترافي. اولا مع احترامنا للكابتن محمد صلاح، راجل قيمه وقامه وعامل ماتشات عالميه وعامل ريكورد طبعًا عالمي طبعًا وشخصيات طبعًا كل حاجه كبير. لكن الكلام ان تغطيه محمد صلاح دي كلمه تقليل محمد صلاح. يعني كلمه ان انا اراضي محمد صلاح، اصل هو زعل ان هو وشال اسم لاعب. طيب ماشي، محمد صلاح مثلا جه الماتش اللي جاي وزعل، هتدي له ابو الهول مثلا هو مسافر الماتش اللي جاي، ولا هتدي له حته من الهرم؟ لا، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ما ينفعش تقارن اي لاعب بالمنتخب نفسه، بالمنتخب صح نفسه. صح. يعني معلش منتخب مصر فوق الجميع، اكيد فوق حسام البدري، فوق محمد صلاح، فوق احمد فتحي، فوق اي لعيب. صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره برضه احمد عباس كان بيتكلم فيها، فكره ان بعد احمد فتحي نفسه، لو احنا انا هتجاهل احمد فتحي لسه في عدد من اللاعبين قبل محمد صلاح، في خمس ست لعيبه لعبوا اكتر من محمد صلاح. معلومه بس، احمد فتحي نفسه حقق انجازات ولعب ماتشات مع المنتخب اكتر من الجهاز الفني كله بتاع المنتخب مع بعض بركات وحسام البدري واحمد طارق مصطفى وايمن برضه، يعني ليهم قيمه كبيره طبعا. لا لا، مع احترامنا يعني. طبعا لا، كل واحد يعني كابتن بركات وكابتن ايمن طارق لعب كاس عالم طبعا، كابتن سيد معوض جدا فتره من فترات، فكلهم يعني مع احترامي. بس انا بتكلم فكره تاريخ احمد فتحي لا يقارن. احمد فتحي لعب اولمبياد، لعب كاس عالم، ثلاثه كاس، اربعه كاس، نهائيات كاس امم منهم ثلاثه خدت، كسب ثلاثه كاس عالم للشباب، كاس افريقيا للشباب مع كابتن حسن شحاته، لاعب تاريخي للكره المصريه. فيعني انت بتتكلم لاعب يعني بيجي رقم سبعه او رقم، يعني اعتقد ان هو رقم خمسه من حيث عدد المشاركات بعد احمد حسن، كابتن احمد حسن والكابتن حسام حسن والكابتن وائل جمعه. اعتقد يعني احمد فتحي في الرينج اللي هو وعصام الحضري، وعصام الحضري. ففي ممكن تلاقيه مثلا الرابع او الخامس في الترتيب بتاع منتخب مصر. فكره البالونات نفسها مش حلوه في الجهاز، او التوقيت نفسه مش حلو، مش لذيذ. يعني فكره انك انت احمد فتحي مش عايزه، ولا كابتن بعد اذنك انا مش عايزه. لكن برضه الكلمه الثانيه اللي هو قال انا هضم احمد فتحي دلوقتي يلعب ماتش بتسوان، ياخد الشاره عشان الماتش اللي جاي نيجي ناخد محمد صلاح ويتم استبعاد احمد فتحي. اولا انت دخلت زي ما قال لك احمد، انت دخلت نفسك في خلت الياك بالظبط، مش هينفع تستبعد احمد فتحي. الناس هتقعد تقول لك لو انت استبعدت احمد فتحي بقى انت تستبعده عشان تدي الشاره لصلاح. يعني الحاجه كمان يا امير اللي بتتكلم فيها، انك انت دلوقتي هتضطر انك تاخد جزء كبير من القائمه الاولانيه اللي كانت معاك، انك انت مفيش ماتشات هتتلعب. فتره توقف الدوري دي هتجبرك انك انت تاخد من العناصر اللي انت كنت مختارها في المعسكر الاولاني معاك، بالاضافه طبعا للمحترفين دلوقتي اللي بيلعبوا بره مالناش علاقه بيهم. هنتكلم في القائمه المحليه ال 32 او اللي انت هتضم منهم مثلا سته محترفين و26 او 25 لاعب، هتبقى عندك القائمه نفسها، القائمه المحليه. هو قالوا في الاول القائمه المبدئيه 32 هيتم تصفيتها، يعني مش مشكله. اصل انا بتكلم العناصر الاساسيه اللي انت هتبقى موجوده معاك، عنصر او اثنين او ثلاثه هتبقى من الخمس ماتشات اللي اتلعبوا قبل كده. بس هيبقى برضه صعب انك تدخل حد في مجموعه متجالسه مثلا مع بعضيها، وكانوا مثلا المعسكر القديم او المعسكر الاولاني للمنتخب. تبقى حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، العرف اللي موجود في الكوره هنا في مصر، عرف اللي هو الاقدميات بالظبط فيما يتعلق بالشارع، يعني في الشارع احنا لسه بنتكلم في قصه الشارع. الفكره هو ممكن يكون كابتن حسام البدري عايز يعالج خطا اداري لاتحاد الكوره على حساب احمد فتحي لترديد محمد صلاح، هل ده منطقي؟ لا ما ينفعش، انك انت كده بتعمل حاجز نفسي بين اللعيبه وبعضيها بالظبط، يعني علاقات بينهم مميزه بالمناسبه. يعني هو نفس القصه اللي اتقالت، يعني حتى في صحيفه اس الاسبانيه قالت انك انت بتعمل العلاقه طيبه بين اللاعبين، نفس يعني بنفس التعبير العلاقه طيبه بين اللاعبين. انت كجهاز فني بتعمل شرخ بين كده. طيب هنفترض انك انت بتختار محمد صلاح بعيد عن ان مثلا انك انت هترضيه، مثلا محمد صلاح راجل محترف بره وتمام. طب انت عندك خمس ست محترفين. صح. محمد صلاح مثلا تم استبعاده مثلا الماتش اللي جاي. عندك احمد حجاز وعندك محمد النني.
هتقول لا محمد النني ياخد الشارع على احمد فتحي مثلا او على سير مثلا من الناس بلاش احمد فتحي. فلا التقييم نفسه عندك معايير وعندك اسس. حافظ على الكيان بتاع المنتخب، انت داخل معسكر عاوز فيه استراحه للاعيبه، واللاعيبه بتيجي معسكر بتاعها هتلعب الماتش بتاعها وتمشي. ليه بتعمل حاجز نفسي او خلافات باللاعيبه بدون لازمه؟ الحل في القصه دي كلها لما يطلع كابتن حسام بدري ينهي القصه دي كلها ويقول يا جماعه احنا ما قلناش حاجه زي كده، لاما الكابتن محمد صلاح يطلع يقول انا ما طلبتش الشاره. وبحترم في حاجه مهمه، وبحترم احمد فتحي وبحترم اي حد في المنتخب، وبحترم التسلسل اللي احنا عايشين بيه في نظام المنتخب. في حاجه مهمه قوي، احنا كلنا عارفين ان كان في جلسه مع احمد فتحي وقالوا له الكلام ده واحمد فتحي رفض تماما. بشر حلو ماشي بشر. مفيش مشكله. ليه ما طلعش بعد رفض احمد فتحي على طول تصريحات المسؤولين على المنتخب، جهاز فني بقى، مدير فني، مدير المنتخب كابتن محمد بركات، قالوا يا جماعه الموضوع محسوم، شرط القياده بتبقى بالادميه. فاحمد فتحي ليه ما قالوش كده؟ ليه ساكتين؟ ما انا قلت لك هي قصه كلها قصه بالونات اختبار. انت عارف البالونه حتى لو بالونات اختبار محمد فتحي كذا 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 هيطلع في الاخر خالص ويقول لك احنا ما قلناش حاجه زي كده. يعني اتوقع ان الجهاز الفني في المنتخب بعد كده هيطلع لو حد سال يقول لك انا ما قلتش حاجه زي كده. لا ازاي ما عنده تصريحات رغم التسريبات والتصريحات اللي طالعه ان الجهاز الفني قعد مع احمد فتحي والطلب كذا كذا، والقصه دي كمان مساره قبل ما الكابتن حسام بدري يسال. اجتماع مع احمد فتحي. اجتماع مع احمد فتحي اتكلم عن القصه دي. اللاعب نفسه اكد ان كان في طلب، والمعلومات اللي عندي احمد فتحي نفسه رفض مباشر، قال لك لا انتوا عايزيني معاكم في المنتخب. الكابتن تمام يا امير، اي حد يحلم ان هو يلعب في المنتخب مش يمسك مش احمد الشارع يحلم. وعلى فكره دي انانيه محبوبه، يعني معلش انا كلاعب هي مش انانيه، دي حاجه طبيعيه يعني كبشر. انا كبشر معلش مع احترامي لاي حد، انا موجود في مكاني وجالي مثلا منصب او جالي تايتل او جات لي ميزه شاره منتخب مش قليله اكيد. يعني اعتقد زي ما قلت لك الحل عند الجهاز الفني، خصوصا في حاله يطلع. زي حاله احمد فتحي، واحد عمل كل الانجازات اللي صعب حد يعملها في تاريخ الكوره يعني مع مصر، يعني فانت بدنيا وفنيا كل هذا وبدنيا وفنيا جاهز ما شاء الله عليه. يعني بسم الله الله اكبر، يعني الفكره انك انت تتكلم يعني مثلا مش هتجيبه وتقعده احتياطي، مش بتكرمه كمان. يعني انت فكره ده انت محتاجه في المنتخب. الكابتن حسن شحاته في 2006 عمل حاجه كويسه. في تصريح للكابتن حسن شحاته قال انا جبت الكابتن حسام حسن علشان عايز كبير اللعيبه تتلم حواليه. يعني شوف الكابتن حسن لازم وجود قائد والحد محبوب داخل الفرقه. بس مش معنى ان انا اجيب حد محبوب اكسر الدنيا كلها بالظبط. يعني برضه في قواعد وفي حاجات انضباطيه اتعلمناها، ان انا ما ينفعش عشان اجيب اصلح حاجه اكسر حاجه ثانيه. فكره انك انت تراضي محمد صلاح ما طلبش الشاره الطرديه. فكره انك انت تختار منتخب مصر اللي هو يبقى فتره اختبارات او بلوت اختبارات، دي حاجه مرفوضه من الجهاز الفني. فكره انك انت تعمل شرخ، هنخلص القصه بتاعت محمد صلاح ونخش بقى في شرخ جديد، اصل مش عارف مين مقموس، اصل ده بيلعب قبليه، اصل ده خد رقم 10، اصل ده هياخد رقم 9، فكده انت هتدخل نفسك في متاهات اداريه واخطاء انت في غنى عنها. يعني في الحقيقه تصريح او كلام غير موفق من الكابتن حسام البدري، ان هو لمح او تلميح، خلينا نقول تلميح يعني مش تصريح، يعني لمح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه وخلال لقاء تلفزيوني ان لسه الموضوع محل دراسه ولسه بنفكر مين يبقى شرط الكابتن معاه وكلام من ده. فاعتقد ان الجزئيه دي كان مش موفق فيها بنسبه كبيره طبعا الكابتن حسام البدري، لكن الموضوع في الاخر هيستقر طبعا احمد فتحي. مفيش جدال صعب. لا كده قلت كده عملت حاجه هتندم عليها بكره وبعده، يعني لو على طول مفيش حل تاني. اولا انت كده بتستعدي مجموعه كبيره من الجمهور. ثانيا انت بتعمل قاعده غلط، بتبني دخلتك او المباراه الرسميه الاولى ليك بحاجه غلط. بالظبط. فانت كده خلاص بعد كده وبكره وبعده ما تلومش اي حاجه تحصل. خصوصا ان بعد احمد فتحي في كذا لعيب مثلا احمد حجازي هم مش راضيين برضه. بتكلم في كده طبيعي. الاخبار اللي عارفينها. طبيعي ان ما اعتقد ان هو رافض القصه دي خالص. وفي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد نفس القصه، لكن انا بتكلم انت لو قلت هتقارن زي ما قلت لك حد محترف مثلا ولاعيب محلي، طب انت عندك حجاز وعندك النني. خش بقى هتقعد تراضي دوت تراضي دوت تراضي دوت، فتبقى العمليه هتدخل نفسك في انك انت المعسكر نفسه هيبقى شادد، يعني هيبقى تنشل كده. طيب عايز ارجع لموضوع كهربا شويه، لان البعض بيتكلم في مصلحه ناديه ما بيتكلمش في مصلحه المنتخب. المنتخب هيستفاد ازاي؟ في ناس تقول لك كهربا ما بيلعبش الفتره اللي فاتت او الفتره اللي فاتت مع فريق ديسبورتيفو، ما فيش ماتشات مثلا وكلام من ده، مش بيشارك بصفه اساسيه. في الوقت اللي كابتن حسام بدري في المعسكر الاول ضم محمد النني وكان موقوف ماتشين ثلاثه مع بيشكتش، يعني فالموضوع ممكن يكون مرتبط برؤيه فنيه لكابتن حسام بدري باللعيب هيستفاد بيه على المدى البعيد زي محمود عبد المنعم كهربا. بتشوف ازاي تفكير البعض في شخصنه الامور
وعدم التفكير في مصلحة المنتخب وعدم احترام رؤية الجهاز الفني لمنتخب مصر. دي مشكلة يعني الفترة الأخيرة شفناها، فكرة إن اللاعب اللي هو مش فرقتي لازم أكسر مجاديفه، يعني معلش هو كهرباء في الفكرة إن أنا الفترة اللي جاية عندي رمضان صبحي مش موجود. أه عشان منتخب الأولمبي. عشان منتخب الأولمبي. صح. الناحية التانية لعيب زي رمضان صبحي مهم جدا في المنتخب. الناحية التانية اللي هيأدي لك نفس الدور دوت كهرباء. كهرباء. كهرباء ما بيلعبش حتى لعيب مهم قوي قوي. كهربا نفسه الخبرات الدوليه، انت عايز حد خبرات دوليه طبعا، زي ما قلنا الفتره دي الفتره التوقف في الدوري، فانت بالنسبه لك طبعا يعني المنتخب كهربا لعب منتخب اولمبي منتخب شباب كل المنتخبات، ثانيا وجوده في الملعب بيعمل، شفناه في زي ما انت قلت في الكونفدراليه مع الزمالك وكان احد الاسباب الرئيسيه في تتويجهم، ودي حاجه يعني بتاع 2017 مع كوبر هو اللي جاب الجول بتاع ماتش المغرب ووصلنا بسبب الجول دوت تحديدا للنهائي. صح. يعني لا كهربا السنه اللي فاتت مع الزمالك ساهم في 22 جون، 11 جون و11 اسيست واسيست، يعني كمان الاسيستات كمان بتاعته بسم الله، يعني طبعا كهربا في حته بالتحديد صناعه الاهداف، يعني حتى غير ان هو بيجيب اهداف صناعه الاهداف بالتحديد دي ميزه عند كهربا اكتر من تسجيل الاهداف. اكيد الفكره زي ما قلت لك ان هو طلعت انباء ان النادي الاهلي دخل في الصفقه مع كهربا او كهربا وقع على النادي الاهلي زي ما الناس بتقول. اولا كهربا بيلعب في البرتغال. اه ماشي اساسي، دي وجهه نظر بتاع مدرب فني هناك في البرتغال انا ماليش علاقه بيه، لكن انا كجهاز فني اكيد مش هستدعي حد الا وانا هستفاد بيه. ماشي الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في اول سؤال مثلا لما اتكلمت معاك، لكن انا بتكلم كتفكير كعقليه، لازم كلنا نبقى ورا المنتخب ورا الاختيارات اللي بيختارها الكابتن حسام البدري، سواء هياخد كام لعيب من الاهلي او من الزمالك. في مشكله ما فيش مشكله مع في شخصيه لا في زي ما قلت لك انا في امور شخصيه وفي زي ما قلت لك حب اللي هو السوشيال ميديا بقى ويطلع قطع في فلان وفلان علشان فلان وفلان دوت كذا وكذا، لا الامور واضحه وصريحه، الجهاز الفني المنتخب ليه الحريه في الاختيار، احاسبه لو اللاعب ده اخفق او الجهاز الفني اخفق بعد المشوار كله مش حاسب برضه بالجمله. فكره ان انا زي ما قلت لك فكره ان انا هقعد اشوف فلان الفلاني اصل كهربا بيلعب في الواقع للاهلي اصل مش عارف فلان الفلاني سي ده غير الأهلي. حقيقي حتى الان ده غير حقيقي. الكابتن زي ما قلت لك نفسه اتكلم على زي ما قلت لك ولا اول قال لك ايه؟ قال لك كهربا لعيب مش لعيب مش هتكلم عنه. دي حقيقه انا بقول لك حتى زي ما هو الكابتن السيد كمل الجمله قال لك انا مش اختصاصي ان انا اتكلم في حاجه زي كده، ان النادي الاهلي عنده سيستم واحد المدير الفني يتعرض عليه فلان الفلاني اه موافق عليه مش موافق عليه، ياخد القصه دي كابتن سيد عبد الحفيظ يوصلها لجنه التخطيط، لجنه التخطيط تقعد مع المسؤولين عن التعاقدات، هل التعاقد امين امين مش امين خلاص يبقى القصه كلها مش بتاع دوت، زي ما قلت لك انا القصه ان الناس حابه تبقى في جدال او مش عايزين فلان الفلاني يطلع القطط الفطسانه في لعيب فلاني علشان الناس تكرهه او حاجه زي كده، زي ما قال لك مثلا تصريح طلع قال لك فايلر طلب من لجنه الكوره بالنادي الاهلي عدم التعاقد مع كهربا، هو شافه امتى اصلا او سمع عنه فين اصلا؟ يعني برضه حاجه غير منطقيه وزي ما قلت لك انا الناس بس قاعده اللي هو حب السوشيال او حب ان انا عايز اخد موقف او اخد لقطه، لا يعني الدنيا صعبه شويه الفتره الاخيره الصراحه في كل حاجه تبان في شهر واحد طبيعي، يعني شهر واحد ده فتره انتقالات هتشوف بقى سواء كهرباء او غيره، يعني مين هيروح فين ومين هيبقى في نادي ايه وكلام منه، مين هيمشي من النادي ده ومن النادي ده طبيعي يعني. اه زي ما قلت لك حتى انت بتعرض الاخبار مش عارف فلان الفلاني جاي له عرض فلان الفلاني، احنا في شهر 10 او في شهر 11 لسه معانا شهر 11 بالكامل وشهر 12 وشهر 1 كمان، فالطبيعي انك انت الفترة اللي جاية هتسمع الاهلي بيفاوض فلان الفلاني، الزمالك يفاوض فلان الفلاني، الاهلي عنده مقعدين او ثلاثة اعتقد في القائمة بتاعته الاستبدال، الزمالك عنده اعتقد لاعب واحد بس، فلا يعني حتى نفسه يعني الفترة دي توقف دوري، عندنا بطولة كأس أمم تحت 23 سنة نقف المفروض كلنا جنب المنتخب الأولمبي طبعا طبعا الفترة بتاعت المنتخب الأول كمان طبعا عندنا ماتشين كينيا وجزر القمر ورا بعضيهم فترة ضيقة زمنية ضيقة، لا الفترة زي ما قلت لك يعني الشغل بتاعك الطبيعي دلوقتي فترة انك انت تقف جنب منتخبات بلدك بطولة بتقام على ملعبك ووسط جمهورك، المفترض ان المنتخب بتاعك رقم واحد مرشح للبطولة النهائية، عندك حلم الأولمبياد طبعا من 2012 ما رحناش أولمبياد، لكن زي ما قلت لك على الفترة اللي جاية هتسمع فلان الفلاني الأهلي يفوض فلان الفلاني، الأهلي جاي له كذا عرض، فلان الفلاني جاي له عرض من الصين، فلان الفلاني جاي له عرض من البرتغال، حتى وكلاء اللعيبة نفسها لو النادي مش هيتكلم او حاجه زي كده غير صحيحه اللي وكلاء اللعيبه هتطلع تسوق اللعيبه بتاعتها برضه هترجع وتقول كلمه ثانيه انا اقولها لك مش عارف فلان الفلاني اتخانق مع المدرب بتاعه اصل مش عارف مين اتعمل مشكله
اصل الفلان الفلاني ضرب ضرب في فتره التوقف بتبقى كده اللي هو الاجتهادات الصحفيه بمعنى صح فكره انك تجتهد لا يعني ما اعتقدش الفتره اللي جايه زي ما احنا الاهلي هيطلع معسكر بره ما عندوش وقت ان هو هنتكلم عن الاهلي وهناخد وقتنا فيه بس عايز اقفل المنتخبات بالمنتخب الاولمبي ملف المنتخبات المنتخب الاولمبي طبعا مقبل على التحدي مهم قوي بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه بدايه من يوم 8/22 وهي الاهم فيها ان هي مؤهله لطوكيو 2020 الناس قلقانه طبيعي ان احنا نتكلم من دلوقتي عن المنتخب الاولمبي بقى خلاص هو ده طبعاً الشيء اللي هنأزره خلال الفتره اللي جايه وهنفضل مساندينهم يعني متوقع ايه او بتقيم ازاي فتره الاعداد الطويله على مدار سنتين للمنتخب ده مع كابتن شوقي غريب وبالتحديد اخر مباراه مع جنوب افريقيا وهل متفائل ان شاء الله ان نحقق اهدافنا بص لك يعني كمصري اتمنى ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ويتوفق الحاجه زي كده باذن الله باذن الله لكن الارقام مع الكابتن شوقي الصراحه مش حلوه يعني مش جيده برغم ان الكابتن لعب كذا معسكر ولعب كذا ماتش سواء في اسبانيا او غالبا اعتقد هو كان في معسكر في اسبانيا ولعب ماتشات وديه جنوب افريقيا وقبلها كان ماتشين مع السعوديه النتائج مش قد كده هي بس المشكله اللي انا اعذر فيها الكابتن شوقي الفكرة انك انت ازاي توصل للعيبة حافز جديد انك انت عندك مجموعة تخمة في التشكيلة أكيد. كلهم لعبوا فريق اول وواحد زي رمضان عنده يعني بطولات افريقيا وبطولات دوري وبطولات بسم الله ما شاء الله احمد ياسر ريان احمد حمدي معظم اللعيبه عندها بطولات فخلاص انا بلعب فريق اول يعني برضه في تفكير عندهم خبرات كمان يعني هو رمضان ما خدش بطوله افريقيا مع الاهلي ولا مع منتخب مصر لكن هو شارك في بطولات افريقيه شارك في البطوله كمنتخب منتخب 2017 كان موجود المنتخب الاول ولعب كان موجود في التصفيات كاس العالم النادي الاهلي كونفدراليه فكرة الكابتن شوقي يحفز اللعيبه دي ازاي هي دي المشكله اللي الفتره اللي جايه خلاص انا كده الفنيات والامور الفنيه امر واقع عندك 23 لعيب هتصفيهم فخلاص انت بالنسبه لك القصه انك انت تحفز اللعيبه بشكل جديد دي المشكله عندنا اولمبياد في حلم جديد في كذا في كذا الكابتن شوقي كمان مطالب ان هو يعني مش يثبت نفسه كمدير فني لا يعني يقدم حاجه زي ما عمل في 2001 مع الجهاز مع المنتخب الاولمبي وحقق الميداليه الذهبيه في كاس العالم مع فريق منتخب الشباب كابتن شوقي برضو عنده جهاز فني معاون برضو طموحاته كويسه محمد شوقي كابتن مطلوب منهم ايه؟ عشان نقدر ناخد البطوله ونتاهل لطوكيو التركيز والتحفيز اللعيبه اولا انت بتلعب على ملعبك وقصد جمهورك دي حاجه يعني كلمه انك انت الجمهور مش عايزين نكرر بقى قصه المنتخب الاول الفشل بتاع ربنا يعني مش عايزين نتكلم بس زي ما قلت لك انا الخامه اللي مع الكابتن خامه كويسه جدا طبعا لعيبه لا غبار عليها تلعب بشكل اساسي زي ما قلت لك انا القصه هتبقى حافز نفسي شغل نفسي شغل نفسي الكابتن شوقي عنده القصه النهايه كويسه جدا بعيد عن الشغل الفني زي ما قلت لك انا المباريات الوديه في يعني كلام كبير قوي عليها تشكيلات غريبه نتائج تعادل فوز 1-0 بالشكل حتى النتائج والاداء ما كانتش موجود بصراحه يعني بقول يعني بقول لك النتائج الاول والارقام وبعد كده بقول لك الاداء نفسه ما كانش ليك شكل يعني معلش هو انا كشخصيه منتخب مصر هل ده ممكن يبقى مقياس قبل البطوله؟ لا طبعا مش مقياس لا مش مقياس يعني نفس القصه كان عندنا مثلا اجيري كسبنا كل الماتشات الوديه قبل البطوله بتاع كاس افريقيا وفي الاخر يعني طلعنا من الدور الثمانيه فكانت حاجه يعني مش ظريفه الصراحه يعني نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ان شاء الله لعناصر المنتخب الاولمبي باذن الله ويحققوا لنا اهدافنا باذن الله تعالى نروح بقى للنادي الاهلي اخبار الفريق وبالتحديد عايز اتكلم معاك لان في بعض الاخبار كده بتيجي قدامي يقول لك التجديد لرباعي النادي الاهلي ولسه مستر فايلر وده طبيعي طبعا مستر فايلر هو بيقرر لكن الاخبار دي بتشوفها ازاي وهل ده في صالح النادي الاهلي الحديث عن مثل هذه الامور في التوقيت ده؟ لا طبعا يعني زي ما قلت لك انا في حاجه اسمها تحصل حاجات الكتاب الصحفيه فلان ضرب فلان حاله كذا كذا اولا الرباعي اللي عليهم ازمه او مش ازمه يعني كلام على التجديد او حاجه زي كده او ملف التجديد نفسه طبعا مش وقته الجهاز الفني اللي عنده حاجات ماشي معظمها ممكن في شهر واحد يوقع لنادي ثاني ويحق لنادي ثاني بس ده مش اسلوب لعيبه النادي الاهلي مبدئيا يعني ولا سياسه النادي الاهلي انها تسيب لعيبها لحد اخر فتره لانها اولا متاكده من ولاء اللعيبه دي هي يعني حد يشك في ولاء حسام عاشور وليد سليمان احمد فتحي شريف اكرامي يعني مثلا واحد زي شريف اكرامي مثلا الفتره لحد دلوقتي بس معلش هو بيتفرج على اكتر ما حصلت مع عبد الله السعيد لا دي قصه ثانيه يعني دي قصه ثانيه غير عبد الله وبعد كده مش عبد الله السعيد معلش
الاهلي ما فرطش فيه عشان برضه ما نبقاش بس القصه طبعا لا نوضح الامور انا قصدي بس عشان الاسئله ممكن تبقى عند بعض نرد عليه لا عبد الله السعيد الاهلي قعد معاه مره واثنين وثلاثه وعرض عليه مبلغ مالي محترم جدا 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 بس اللاعب يعني مش عايزين نتكلم في قصه القصه كلها التف ناحيه ثانيه لكن الرباعي ده بالتحديد لا يعني اولا ما فيش الاهلي هيتمسك بيهم انا بقول لك هم دلوقتي هيتمسك بوجودهم ثانيا اعتقد ان حسام عاشور باين ما فيش يعني حد يتكلم او شريف اكرامي دول ابناء النادي الاهلي طالعين من قطاع الناشئين حسام عاشور بالتحديد مش يعني طول عمره في الاهلي ويجي يمشي دلوقتي يعني يعني اعتقد يعني الكلام زي ما قلت لك احمد فتحي وليد سليمان نجم اهلاوي فتحي وليد سليمان انت بتتكلم عن رباعي صعب ان انت تتكلم في حته ما قلت لك يعني القصه كلها اولا لا اخلاق اللعيبه ولا سياسه النادي الاهلي انها تفرط في حد كده اتمنى الموضوع يتقفل من يعني من الاجتهادات الصحفيه الاهلي هيقعد مع الرباعي بنفس الاسلوب المتبع في التوقيت المناسب في التوقيت المناسب في الوقت المناسب وفقا برضه لرؤيه الجهاز الفني أكيد عشان برضه يعني الناس ما تقولش ان الناس دي هي انها هتتجدد يبقى هتجدد لا, 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 لا انا بقول لك انا زي ما قلت لك في قواعد واساسيات النادي الاهلي اسس بيبدا عليها النادي الاهلي الجهاز الفني بيتكلم انا عاوز 1 2 3 4 عايز ده مثلا سنتين عاوز ده 3 عاوز ده سنه واحده بس هنقعد مع 1 2 3 4 الكابتن السيد هيقعد يتفاوض الاول مع اللعيبه والله انت هتجدد هتجدد المبلغ المقابل المادي عندنا 1 2 لا انا اخد كذا لا انا جاي لعرض كذا لا كذا كذا بعد كده يتم العرض على لجنه الكوره ولجنه التعاقدات فلان الفلاني هنجدد له الكلام ده كله الامور سلسه جدا في النادي الاهلي خاصه في قصه اولا المستحقات الماليه بتاعت اللعيبه مفيش ادنى مشاكل عليها اكيد احترام اللعيب وتاريخه اكيد ده شيء مهم ولاء اللاعب للفريق النادي الاهلي قبل القيمه اللي بيديها في الكوره عشان تتكلم على قصه عبد الله السعيد الانتماء والفانيله الحمراء وشراء النادي الاهلي مش بتكلم عنها ممكن يكون تساؤل عند الناس بحب دايما يعني اتكلم بلسان الجمهور يعني انت بتتكلم ان النادي الاهلي واللعيبه وكلام من ده بس بقول لك ان في حدث حصل قبل طبيعي لا طبيعي سعيد. ده كانت رغبه لاعب نفسه دي حقيقه مباريات حصلت لا دي حقيقه لا ده هو حر وفي زمن الاحتراف زي ما قلت لك في زمن الاحتراف قد ممكن من الاربعه دلوقتي بس اقول لك لكن النادي الاهلي ما قصرش يعني لا خالص انا قلت لك انا زي ما قلت لك النادي الاهلي قعد مع اللاعب مره واثنين وثلاثه وراح له بيته كذا مره كابتن السيد حفيظ والكلام ده موثق وعلى لسان ناس مسؤوله في النادي الاهلي زي ما قلت لك يعني اسمح لي مش هنشبه قصه عبد الله السعيد بالرباعي لا خالص انا خالص قلت لك حتى سالتني انا قلت لك الفتره دي هيطلع فيها اجتهادات بعض الناس ممكن مثلا هدفها ضرب استقرار النادي الاهلي بالظبط يعني فكره النادي الاهلي النادي الاهلي شغال بسم الله ما شاء الله ونتائج مميزه مع فايلر والكلام ده كله فاحنا ما عرفناش مثلا نوقعه ان احنا ضربنا قصه الماتشات واجلنا الماتشات فاحنا هنروح نخبط في حته ثانيه مش عارف زي ما قلت لك انا هتلاقي مثلا خطه ثانيه فلان الفلاني غاضب من دكه بدلاء النادي فلان الفلاني يطلب جلسه مع فايلر لتحديد مصيره فلان الفلاني مش عارف هيعمل موضوع رمضان صبحي ما برضو من ضمن الاخبار اللي بتتقال كل يوم رمضان صبحي وعروض وكلام من ده هل ده برضو التوقيت المناسب يعني رمضان لسه عنده مشوار مع النادي الاهلي الموسم لسه في بدايته اولا رمضان على زمة النادي الاهلي ثانيا هيرجع ليدرس فيه اللي بعد ما انتهى العرب بتاعته بالظبط يعني لا ممكن النادي الاهلي يحاول ان هو يتعاقد طبيعي طبيعي انك انت الاولويه وحتى الاولويه هتبقى للنادي الاهلي في حاله ان هو لو رغب النادي الاهلي في ضمه وتوفرت المستحقات او القيمه الماليه بتاعه العقد بتاع اللاعب اذا شافها النادي الاهلي مناسبه ليه واحتياجات النادي الاهلي في الفتره اللي جايه زي ما قلت لك انا قد الاهلي مثلا يتعاقد مثلا مع لعيب مثلا ثاني جديد ما يحتاجش رمضان رمضان مثلا قد يكون مثلا رغبته وعلى لسان وكيله ان هو عاوز يكرر مثلا تجربه الاحتراف ثاني بعد الاداء المميز مع النادي الاهلي وربنا ان شاء الله يكرمه مع المنتخب الاولمبي المنتخب الاول وممكن كمان يتاهل الاولمبياد فده سعره يزيد شويه او القيمه التسويقيه بتاعته تزيد فمن حقه ان هو يطمح ان هو يلعب زي ما قلت لك انت بتضرب احنا بنتكلم على التوقيت في الاساسيات لا وبتضرب في لعيبه اساسيه في النادي الاهلي يعني انت رمضان اولا انت ما شفتش رمضان مثلا الفتره اللي قبل كده بيجيب اهداف رمضان مثلا جايب ثلاث اهداف لغايه دلوقتي في ثلاث ماتشات كل ماتش وكان لعيب اساسي معاك في بطوله السوبر وبيجيب مثلا كان نفس القصه السنه اللي فاتت برضه في الفتره اللي جاتها كان احد اسباب مع باقي اللعيبه والجهاز الفني والاداره في تتويج النادي الاهلي باللقب الاصعب في تاريخه رقم البطوله 41 فلا في توقيت زي ما قلت لك انا اختار التوقيت واختار الشخصيات بالتحديد لا بينهم من يعني مش هدف يعني خبيث من ورا القصه دي كلها اتمنى التوفيق طبعا لرمضان مش لرمضان بس لكل لعيبه انها تحترف بره ويكونوا خير ممثلين لنا في الكره المصريه ان شاء الله بره طيب عايز اتكلم في اهميه فتره التوقف بالنسبه للنادي الاهلي شايفها ازاي لا طبعا يعني الاهلي هيستفيد بشكل كويس جدا من فتره التوقف بعيد على فكره انك انت هتعمل معسكر داخلي او خارجي النادي الاهلي خلاص يعني
كان في كلام ان هو يسافر دبي ان شاء الله، يعني الاقرب دبي ده الاقرب. هيتخلي لها برضه ماتشات وديه. فايلر اول ما جه الفتره القليله ما عادش فتره اعداد كويسه مع المجهود مع المجهود اللي عمله والارقام اللي احنا شفناها والنتائج اللي احنا شفناها. لا الراجل لو خد الفتره دي كويس جدا واستفاد منها، لا النادي الاهلي هيبقى شكله احسن وافضل ان شاء الله في الفترات اللي جايه، افضل كمان من اللي شفناه، افضل من الفتره اللي جايه. ان هو الراجل فيه حاجات زي ما قلت لك، انا هو ما جربش معظم اللعيبه، في لعيبه لسه ما خدتش فرصه ثانيه، اللي زي ما قلت لك على فتره يمكن تكون فتره كويسه ان هو يقيم اللعيبه قبل شهر واحد زي ما احنا اتكلمنا. انت هترجع مثلا تلعب اول ماتش ليك مثلا 25 او 29 ماتش ليج من الساحلي في افريقيا، هيبقى عندك شهر 12 بس، فانت برضه هتبقى مش مده كويسه، وبعد كده تبقى دخلت في غمره الماتشات فما عندكش فترات توقف ثانيه كتيره. الحاجه اللي انا عايز بس اقول عليها بس فكره النادي الاهلي وقصه ان هو طلع بيان. انت عايز تتكلم على الازمه دي. الازمه دي مش الازمه، يعني هو ما كانش في ازمه، فكره ان الاهلي مش لو يدراع زي ما الناس بتقول او حاجه زي كده، لا الاهلي عاوز يحط نظام بحيث انك انت مش بعد كده هتبقى دخلت في غمرات، في انديه بتلعب في افريقيا وفي انديه بتلعب في البطوله العربيه. صح صح. مش هنقعد كل يوم ناجل 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 ناجل. الحاجه اللي عايز اقولها تاني برضو، الاهلي السنه اللي فاتت ما طلبش تاجيل ماتش رسمي. صح. بالعكس الاهلي بيلعب كل 48 ساعه ماتش. الاهلي في شهر واحد وفي شهر اثنين لعب ما يزيد عن 16 ماتش. بالظبط. ليه؟ علشان اتأجلت له فتره من هي من شهر 8 بدايه الدوري و9 و10 خلاص، يبقى انت الفتره دي هي بعد كده خلنا مش عارف فتره ايه وفتره ايه كذا وكذا، والاهلي الاهلي كان وصل افريقيا نهائي افريقيا فالطبيعي بطوله على طول ثانيه، فالطبيعي ان هو تتوقف له حاجه حصلت مع الزمالك. الزمالك لو وصل نهائي الكونفدراليه قعد حوالي 10 ايام ما لعبش ماتش. فانت القصه كلها فكره ان الاهلي ما بيطلبش حاجه لنفسه. الاهلي بيحط رولز او قواعد، يا جماعه معلش مش عاوزين نكرر دي عشان بس بكره وبعد هيحصل كذا. انت مش واخد بالك ان في مجموعات افريقيا دي جدول محطوط طبعا، ده ما فيهوش هزار. ده البطوله العربيه نفس القصه، ربنا يوفق فيها الاسماعيلي والاتحاد ان شاء الله. الاسماعيلي يعني قطع خطوه كويسه في الماتش بتاع الجزيره الاماراتي. فلازم قلت لك فكره ان التاجيلات او فكره ان الاهلي انتصر او كذا وكذا وكذا والكلام ده كله اللي بيتقال، او الاهلي لوى دراع مش عارف مين او لوى كذا، لا القصه كلها الاهلي بيحافظ على حقوق الانديه. اتجاهاته معروفه النادي الاهلي. بيحافظ على حقوق الانديه قبل حقوقه هو. صح. يعني بيحافظ على القواعد، يا جماعه والله احنا عايزين نبدا السنه دي نتلاشى اخطاء السنه اللي فاتت بواحد اثنين ثلاثه اربعه. وبعد كده سيادتك قلت اول الدوري، انا معايا جدول كمل على الجدول، ما عنديش ادنى مشكله بالزبط. خالص. بس دي كلها امور مهمه وملفات غايه في الاهميه اتكلمنا فيها مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الديكي. يا استاذ محمد نورتنا وشرفتنا. شكرا لك، انا اسعدت. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت الفقرة الحوارية من حلقة كلام في الميديا النهاردة، كان ضيفنا العزيز الأستاذ محمد الديك واتكلمنا في أمور عديدة جدا على الساحة الرياضية المصرية. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا، استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.